كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. وهذا الحديث الشريف جاء الخبر به عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك، فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي، إني قد اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وإن امرأتي قد انطلقت حاجة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب تخلفه عن مرافقة امرأته في الحج، أنه اكتتب في غزوة من الغزوات، أي سجل في غزوة من الغزوات التي كان يبعثها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان أن قال له النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق وحج مع امرأتك، تأكيدا لما نهى عنه من منع سفر المرأة من غير محرم. لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، أي صاحب تحريم، والمحرم هو الزوج، ومن تحرم المرأة عليه تحريما مؤبدا، إما بنسب أو لسبب. بنسب كالأخ والابن والأب والعم والخال، أو لسبب كالابن من الرضاع والأخ من الرضاع ونحو ذلك، أو صهر كزوج البنت وأبو الزوج ونحو وأبي الزوج ونحو ذلك. هذا ما يتصل بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم.